قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. في ظل ظروف إنسانية مأساوية من عوز وفقر وحرمان يكابدها اللاجئون السوريون منذ سنوات عدة في دول اللجوء والشتات، واستمرارا لتوجيهات أمير دولة الكويت أمير الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بالقيام بحملات الإغاثة والوقوف إلى جانبهم لنقول لهم: نحن معكم. واستكمالا لهذه المسيرة الإنسانية الخيرية والعمل الإنساني، تقوم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت بتنفيذ المرحلة الثانية لحملة نحن معكم، حيث تستمر بمساعدة الأشقاء السوريين اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية. يستفيد من هذه الحملة عدد 1850 أسرة محتاجة يقيمون في كل من المحافظات التالية: محافظة عمان 100 أسرة، محافظة إربد 550 أسرة، محافظة الزرقاء 550 أسرة، محافظة المفرق 650 أسرة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت حكومة وشعبا، وأن يديم عليهم الأمن والأمان، ويحفظ سمو أمير البلاد. وتتقدم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بجزيل الشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الأردنية لحسن استضافتهم الأشقاء السوريين. وشكر موصول لسعادة سفير دولة الكويت في الأردن الدكتور حمد الدعيج على جهوده وتعاونه اللامحدود، كما نشكر مكتب الهيئة في الأردن على جهوده في الإعداد والتجهيز للحملة، وكذلك الشكر موصول إلى الجمعيات الخيرية الأردنية التي ساهمت في تنفيذ هذا العمل الإنساني. والله ولي التوفيق، مع تحيات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.